حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن المملكة المتحدة تواجه موجة وبائية ثانية في وقت لا تستبعد حكومته اللجوء إلى عزل شامل جديد لكل بريطانيا بصفته خط دفاع أخير. وقال أثناء زيارته موقعا قرب أوكسفورد يشيد فيه مركز لإجراء الفحوص: لا شك لدينا، فكما أقول منذ أسابيع، أننا قد نواجه موجة وبائية ثانية وأننا نرى واحدة آتية الآن. وأضاف: نشاهد ذلك في فرنسا وإسبانيا وفي كل أوروبا، مؤكدا أن الحكومة تريد تجنب عزل على المستوى الوطني، ولكننا مستعدون للقيام بما هو ضروري.